السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليوم الأسبوعي من برافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام: الكهرباء والمليارات المهدورة. سيكون وسمنا لهذا الأسبوع لا كهرباء في العراق، والوسم الذي تداولناه في موقع تويتر لهذا الأسبوع بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا من خلاله أو ترسلوا ما لديكم عبر هذا الوسم تغريدات تفاعل بشأنه في موقع تويتر، وأيضا بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أمام حضراتكم في هذه الحلقة، أو من خلال خدمة الواتساب لاستقبال الرسائل النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تأسست وزارة الكهرباء بشكلها الحالي في عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. كان من المفترض بها مثلها مثل بقية الوزارات الشبيهة حول العالم أن تكون مسؤولة عن إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفيرها إلى المواطن، كما أيضا كان يفترض بها تطوير منظومة الكهرباء العراقية التي عانت من الدمار في تسعينيات القرن الماضي إثر الاعتداء الأمريكي على العراق واستهداف بنيته التحتية. لكن حكام المنطقة الخضراء آثروا على أنفسهم أن يخدموا هذا الشعب الذي عانى، بل زادوا من معاناته بسبب فسادهم وفشلهم في إدارة كافة ملفات الدولة وفي مقدمتها الكهرباء. رغم المليارات التي أنفقت على قطاع الكهرباء والوعود باكتفاء العراق من الطاقة الكهربائية وتصديره لبقية دول العالم، إلا أن واقع الحال يثبت عكس كل ما قيل. أود الآن مشاهدينا الكرام أن أعرض لحضراتكم تقرير جرافيك يبين بالأرقام والتصريحات حجم الكارثة التي تمر على العراق عندما نتحدث عن القطاع الكهربائي. لنشاهد. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا ببعض الأرقام وبعض التصريحات حجم الكارثة التي يعيشها العراقيون. مجموعة من التساؤلات التي نطرحها لحضراتكم في هذا الأسبوع بإمكانكم أن تشاركونا من خلال الأرقام للإجابة على هذه التساؤلات، وأيضا لإبداء آرائكم بشأن حقيقة الأحداث الموجودة الآن فيما يتعلق بقطاع الكهرباء. هناك تظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق، هناك قطع تام عن أكثر من محافظة عراقية بالنسبة للطاقة الكهربائية، هناك عجز عن إيصال هذه الطاقة إلى من يحتاجها، والسؤال هو لماذا لا يزال العراقيون يعانون من غياب الكهرباء رغم أنفاق أكثر من 120 مليار دولار على هذا القطاع منذ الاحتلال الأمريكي. أيضا من تورطوا بتدمير القطاع الكهربائي العراقي هم أنفسهم الذين لا يزالون يتصارعون على المناصب اليوم، والسؤال ألا يجب محاسبتهم؟ وهل سيبقى العراق يعتاش على إيران في الربط الكهربائي والغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، أم أنه حان الوقت للانفتاح على العالم والبحث عن مصادر بديلة لدعم العراق في هذا المجال؟ نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا سيد أبو عبد الرزاق، عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم أستاذ حبيب محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. استاذ محمد، بالنسبه لمشكله الكهرباء هي مثل اخواتنا، يعني مثل الازمات، يعني ازمه الماء، ازمه التعليم، ازمه الزراعه، ازمه المزرعه، لكنه الكهرباء هي ديمومه الحياه.
لكنه اللي موجود بالرأس السلطة هم ناس يعني خونة وعملاء فما يفكرون معاناة المواطن. ما دام يرقون للإملاءات الخارجية ما راح يتحسسون معاناة المواطن العراقي، فلذلك المعاناة مستمرة وماكو أي مبادرة لمعالجة الكهرباء وسوءها، بالعكس المعاناة ما زال هذه يعني قلت ما زال هذه الطبقة اللي على صدور العراقي ماكو أي تحسن وما يصير أي إنجاز يحسب إليه، لأن هم قلت لك اللي أقرب عليهم ويفكرون اللي يأتون عندهم أسياسهم. أما يفكرون بالمواطن العراقي ويقول لك كهرباء، لا بالعكس هم يزيدون معاناته يزيدون الأذية مالته، لأنه هم ما جايين يخدمون المواطن العراقي. فاحنا شفناهم وخبرناهم كل الزين ناس يعني مجرد شعارات، شعارات وهمية ما لها أي تطبيق من ذاك اليوم لحد هذا اليوم. هسه احنا يا شباب بالكامل مو والموازنة لحد الآن ما صار لها، إذا هو صراع الأحزاب. صراع الأحزاب اللي يعني هم كان ما جايين بخدمة المواطن العراقي وما جايين الرفع يعني شأن العراق ونهضة العراق، كل ما يهمهم هم مصالحهم الضيقة. هذه الطبقة السياسية اللي يعني تريد تدمر هذا البلد ودمرته، وش بقى بالعراق؟ دمرت هذا البلد بس تريد تقضي عليه أكثر. طيب يعني هسه السؤال اللي يتعلق بالاموال، انه هذه الاموال التي قيل انها انفقت على قطاع الكهرباء وحتى لو خصصت لوزاره الكهرباء، لكن النتيجه انه ماكو كهرباء اليوم. المفروض مو اكو محاسبه لمن اهدروا هذه الاموال، للحكومات التي ساهمت بضياع هذه الاموال، لكل مسؤول في الدوله كان مشرف على وزاره الكهرباء او رئيس الوزراء الذي وافق على هذا الوزير الفاسد الذي دمر في عهده قطاع كامل اللي هو الكهرباء. ذولا ما لازم يتحاسبون اليوم؟ ما لازم نشوفهم خلف القضبان على الأموال التي سرقوها والمنظومات الفاشلة التي تعاقدوا عليها؟ ذولا يتحاسبون عندما تكون أكو دولة وأكو سلطة وأكو قانون محترم. لكنهم شلون يتحاسبون وهم يعني القانون يشوفهم سيد؟ واتذكر يعني واحد من السياسيين وقائد الاحزاب احنا نملي شروط على القضاء، يعني سمعتك هذا يتجاوز على القضاء، اي قضاء اي قضاء يا استاذ محمد، اي محاسبه اي محاكمه. يعني القضاء اليوم اصبح يعني بيد الاحزاب، فما زال يكون بيد الاحزاب، ماكو اي محاسبه للفاسدين. طيب. هم يصير لك البلد الفساد وماكو لا محاسبه لهم ولا رقابه لهم. فهذه هذه هذه الوضعيه اللي يعني جالسين عليها، لانه هواي اكو امور، هواي اكو امور المفروض هي يعني يطبقها القانون يطبقها الدستور. انت شوف الدستور هم يعني. طيب نعم يعني انا وصلت ويا حضرتك الى الفكره، واشكرك شكرا جزيلا. السيد عبد الرزاق من بابل ويانا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. اهلا وسهلا استاذ محمد. المسؤول عن ضياع المليارات الوفيره والكثيره بالعراق، نعم، جهتين لازم تحاسب وتتابع متابعه رقابيه محاسبه ايضا. وكذلك هو البرلمان والحكومه يا استاذي المسؤولين عن ضياع المليارات والكهرباء. المليارات متوفره وكل خير بالعراق يا استاذي. واخر الكلام تحياتي لك والبرنامج وشكرا. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. ويانا السيد ابو علي من ابو غريب، فقدنا الاتصال. طيب مشاهدينا الكرام، حسين الشهرستاني اللي هو كان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقه الاسبق ووزير الكهرباء سابقا بالوكاله، تحدث عن الطريقه التي تعاقد بها نور المالكي على التوربينات المختصه بانتاج الكهرباء في محطات غازيه. وقتها يقول، طبعا هو كان تبادل اتهامات بينه وبين نور المالكي في وقتها، بان المالكي القى باللوم على حسين الشهرستاني أنه هو الذي قام بوضع هذا المخطط أو هذا الجدول المعني بقدرة العراق على التعامل مع هكذا منظومات،
في حين نفى حسين الشهرستاني بالعكس، بل قال بأنه أنا حذرت حكومة المالكي من شراء منظومات أو محطات غازية باعتبار أنه العراق لا يملك الغاز الجاف الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية وهنا مشكلة. لكن يقول حسين الشهرستاني حكومة المالكي أصرت على التعاقد على التوربينات الخاصة بمحطات الكهرباء، وهنا السؤال، ألا يجب محاسبة المالكي على الأقل على هذا الفشل والإخفاق؟ العراق لا يملك الغاز، وإن امتلكه فهو يقوم بإحراقه ولا يستفيد منه أي استفادة، وكل هذه المليارات التي من المفترض أن تعود على العراق من الغاز تحترق، فلماذا ذهب المالكي للتعاقد على هذه التوربينات وشراء أو تأسيس محطات غازية، مما دفع العراق للبحث عن مصدر أو دولة تبيع له الغاز؟ وما هي الوجهة؟ الوجهة كانت إيران، الدولة الوحيدة التي ذهب إليها العراق فيما يتعلق بالكهرباء. مصطفى الكاظمي يقول بأن العراق لديه خط ربط وحيد بالكهرباء مع إيران، ويستورد الغاز من إيران فقط فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية. طيب، في المقابل إيران التي كما يصفها البعض الجارة والصديقة، عندما وصل العراق إلى تعثرات مالية وعدم القدرة على سداد المستحقات المترتبة على استيراده للغاز، قامت بتخفيض الكميات الممنوحة إلى العراق، وقالت بأنه لن يتم رفع قيمة أو كمية الغاز التي نطلقها إلى العراق إلا بعد أن يسدد الديون. إذن إيران هنا ضغطت على العراق، وهذا الموضوع ساهم في مفاقمة كارثة الكهرباء وانقطاعها عن المواطن. لماذا إذن اتجه المالكي وحكومته آنذاك إلى هذا الطريق وذهبوا للتعاقد على محطات لا يستطيع العراق تشغيلها بقدرته الذاتية، بل سيحتاج إلى إيران؟ ألا يجب محاسبة هذه الحكومة التي ساهمت بإفشال منظومة الكهرباء وإهدار هذه المليارات على منظومات فاشلة لم تؤدي الغرض المطلوب منها، وكذلك أدخلت العراق في دوامة الديون ودوامة الحاجة إلى الآخرين بدل أن يعتمد على نفسه أو يستجلب منظومات أخرى بإمكانه تشغيلها بقدرته الذاتية؟ معنا اتصال السيد أبو علي من أبو غريب، تفضل حياك الله. السلام عليكم، حياك الله وحيا الله قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو علي. والله يا عمي، بالنسبة للكهرباء والمي، يعني ما على حل، يعني شو يعني من 2003 نريد نشوف لنا حكومة بها خير بالعراق، ماكو، يعني التمت علينا الميليشيات والدنيا كلها حاربت العراق. نعم. وحتى الدول العربية المنا ومنانا حاربت العراق على موت الكهرباء والمي، وموتونا عطش وجوع، يعني من هذاك اليوم من 2003 نريد نشوف خير بالعراق، ما شفنا خير. يعني هسه ابسط شيء محافظ الانبار، ميليشيات الانبار ساد المي عن القرمه، عن البعلوان وشورتان، يعني ما يصير هيك. طيب، انا عندي سؤال يعني لك، لان اليوم موضوعنا ابو علي اليوم موضوعنا عن الكهرباء، فاريد اسالك شلون وضع الكهرباء بابو غريب؟ ايش قد تجيكم الكهرباء وايش قد تنقطع؟ ابو غريب يعني منطقه منكوبه، يعني ابو غريب كلها منكوبه من المي من الكهرباء. شلون وضع الكهرباء عندكم يا ابو علي؟ والله مو زين يا عمي، مو زين. نريد لنا ثلاجه نشرب من عندها مي بارد، ماكو. نريد هسه الاطفال قدامي متلقحه بالقاع. طيب، اذا ماكو كهرباء وطنيه، المواطن ايش قد يحتاج يدفع؟ بس اسمح لي ابو غريب، ابو علي، سيد ابو علي، سيد ابو علي، لو سمحت بس انطيني مجال خل اسولف وياك. اذا المواطن اليوم ما عنده القدره انه هو او ماكو كهرباء وطنيه توصل الى بيت المواطن، اليوم ايش قد تكلفك المولده الاهليه حتى تحصل على بعض الكهرباء؟ عمي ابو غريب، منطقه منكوبه، حتى تريد لك واحد
يعني متمكن عند عيشة متمكن بها أبو غريب ماكو كلها. نعم. كلها حالتها ضعيفة يعني. شكرا جزيلا سيد أبو علي من أبو غريب، أشكر حضرتك للمشاركة. عندنا رسالة من أحد المشاركين أحمد من مصر يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، بالنسبة لتهمة للطغمة الحاكمة في العراق وميليشياتها، الحل الوحيد عسكري شريف للخلاص من لخلاص الشعب من الفاسدين. شكرا جزيلا سيد أحمد من مصر. طبعا يبقى قرار من يحكم العراق وبيد الشعب العراقي، وحقيقة بغض النظر طبيعة أو مهنة أو انتماء الحاكم، لكن طالما هو وطني يقدم مصلحة الوطن وأبناء الوطن على مصلحته الشخصية وعلى مصلحة حزبه إن كان في حزب، فهو طبعا سيكون مرغوبا به ومرحبا به ومقبولا عند الجميع بغض النظر هو كان عسكري كان مدني، لكن في النهاية يجب أن يكون وطنيا يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. اليوم اللي يحكمون العراق يقدمون المصالح الحزبية والشخصية والفئوية والدينية، بل حتى يقدمون مصالح دول أخرى على مصلحة العراق، وهذا الذي أوصل العراق اليوم إلى هذه المستويات المتدنية حقيقة. يعني لما تقول وكالة الطاقة الدولية بأن العراق قدرته الإنتاجية من الكهرباء هي 32 ألف ميجاوات، في حين أن هذه الإمكانية لا يستطيع الاستفادة سوى من نصفها فقط بسبب رداءة المنظومات وخطوط النقل والإمكانيات التي يمتلكها. يعني إحنا عندنا كهرباء إنتاج، لكن ما عندنا خطوط النقل اللي تصل بهذه الكهرباء إلى بيوت الناس. يعني البنية التحتية، البنية التحتية ليش ما تم الاهتمام بها؟ شنو فائدة تأسيس وزارة وبها موظفين وينفق عليها المليارات ولا تستطيع أن تقوم بخدمة إيصال الكهرباء إلى بيوت الناس؟ ثم حقيقة نأتي إلى التصريح اللي قال حسين الشهرستان بعام 2012 عندما كما قلنا كان وزير الكهرباء بالوكالة، قال بأن العراق في عام 2013 سيكتفي ذاتيا من إنتاج الطاقة الكهربائية وسيصدر بقية الفائض لديه من الطاقة إلى بقية الدول المحيطة. اليوم احنا في عام 2020 ومضى على هذا التصريح 8 سنوات. السؤال هو وين حسين الشهرستاني ووين هذه الوعود التي أطلقها وهو مسؤول؟ يعني مو مواطن عادي كان يتحدث في قاعدة عائلية، كان مسؤولا يتحدث أمام وسائل الإعلام لجميع العراقيين أولا ثم العالم. يعني هل يعقل بأن هؤلاء يسيرون بهذه الطريقة الفوضوية؟ أنه مسؤول يصرح، إذن أنت تستند على معلومات وتستند على بيانات وتستند على إمكانيات، من أين جئت بهذا التصريح الذي يقول أو بهذه الثقة لتقول بأن العراق سيصدر الكهرباء؟ ثم عاود بعد 10 سنوات من تصريح أو أقل من 10 سنوات من تصريح حسين الشهرستاني قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الأسبق الذي خرج أيضا لوسائل الإعلام وقال العراق في عام 2017 سيكتفي ذاتيا من إنتاج الطاقة الكهربائية وسيكون العراق بلدا فيه كهرباء 24 ساعة وسيصدر. بعد فترة بسيطة خرج في لقاء تلفزيوني قاسم الفهداوي ويقول بأن العراق فيه مشكلة في الكهرباء لأنه عدد كبير من سكان العراق ما يطفون الجيزرات اللي هو سخان المياه، فوزير الكهرباء يقول رداءة الكهرباء في العراق وضعفها بسبب أن نسبة كبيرة من العراقيين لا تقوم بإطفاء سخان المياه. لكم أن تتخيلوا مشاهدينا الكرام كيف تدار الدولة العراقية بهكذا عقليات، أن مسؤول يقول بأنه إحنا فاشلين ما عندنا كهرباء لأن أنتوا المواطنين ما تطفون الجيزرات ما تطفون سخان الكهرباء سخان الماء الكهربائي، هذا هو السبب، هذه هي العلة التي جعلت العراق اليوم بلا كهرباء سخان المياه. مشاهدينا الكرام العراق بحسب الأرقام ينتج حاليا 23 ألف ميجاوات بحسب تصريح أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، 23 ألف ميجاوات من الكهرباء هو إنتاج وزارة الكهرباء، في حين حاجة العراق إلى الطاقة الكهربائية تصل إلى أكثر من 40 ألف ميجاوات، وهذا يعني بأن هناك نقصا كبيرا
في الإنتاج وما بين الاحتياج، وهنا يلجأ العراق إلى دول أخرى. طبعا لماذا بحسب مصطفى الكاظمي أنه العراق الرابط، يعني خط الربط الوحيد بين العراق وبقية الدول هي مع إيران، هذا خط النقل الكهربائي بالإضافة إلى استيراد الغاز، لماذا إيران فقط؟ لماذا تركت هذه الأحزاب والحكومات العراق يلجأ إلى إيران فقط في حين لدينا منافذ أخرى؟ هناك تركيا، هناك دول الخليج، هناك الأردن، هناك سوريا قبل أن تمر بهذه الأحداث. لماذا كان الاعتماد فقط على إيران؟ كانت الفائدة تعود فقط على إيران، وإيران التي يصفها البعض بالجارة والصديقة لا تقف مع العراق في أي لحظة، بالعكس تقوم بقطع المياه وقطع إمدادات الغاز وقطع الكهرباء إذا لم يدفع العراق ما عليه من مستحقات. وهنا بقي العراق رهينا لإيران وغيرها فيما يتعلق بالكهرباء. نود الآن مشاهدينا الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع، وهي قضية الكهرباء ولماذا تستمر معاناة المواطن العراقي بعد 20 عاما من الاحتلال ومن تأسيس وزارة الكهرباء. فاصل ونعود. اطلع على مغذية الحويجة ان شاء الله، عندنا صيانات ضايته وما رجع. محولات المضايف، عندنا محولات. اطلع على مغذى الحويجة. سيارة ماكو؟ وسيارة ماكو. وانت خبروني جماعة مغذى القادة محولة عاطلة. ايه. وانا قاعد ادافع عن ديرتي وادافع عن دايرتي لان ما عندها سيارة، وعندنا هالامكانية هذه هجحش هذا تكرمون. قاعد نطلع بيه سيارة ما خلى العالم طافي. انت هسه جاي فزاع. لا انا بالدايرة. هذا يومي انت جو يوم. جو يومي بالدايرة وصار لي 5 سنوات واستلم 150,000. وعندي شهادة مال ثالث متوسط وما ضافوا لي اياها لحد الان. يلا عدي لك شوف عدي لك. يلا اطلع. اصحك فوق الكرسي ماي. بارك الله فيكم. جهودكم مشكورة. يلا انا خلصتوا بنزين عودي شوفوا هبطوا. لا رش عيلات. هذا مو إنجاز. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع إلى السيد أبو علي من لندن بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع. تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يحييكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعرف الموضوع على الكهرباء. أي نعم أبو علي، أنا أريد منك تعليق على 120 مليار دولار قال وزير المالية علي علاوي بأنه العراق أنفقها على الكهرباء. وين الكهرباء وراء إنفاق هذا المبلغ؟ ماكو باقوهن عم الميشات باقوهن. دولة ميجي من وراهم لا كهرباء ولا مي. حتى المي قطعوا. وذاك وين ذاك حسين الشهرستاني على اساس بال 2013 يصدر كهرباء للاردن ما ادري وين. اي والله خزي وعار. عار دولة عار. دولة عار على العراق. استاذ محمد دولة خزي يعني وصمة عار صار على العراق دولة. زين؟ السفلة أولاد السفلة بدون تجاوز. أبو علي بس أنا عندي سؤال، أنه بعد حسين الشهرستاني طلع قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الأسبق أيضا قال بأنه سنصدر الكهرباء وسنكتفي ذاتيا. طيب أنا السؤال أنه ذولا عندما يخرجون بتصريحات يستندون على ماذا بالضبط؟ أنه يخرج ليقول إلى الرأي العام وإلى العراقيين والعالم الذي يشاهد بأن العراق مقبل على الاكتفاء الذاتي بالكهرباء، على شنو دي يستندون؟ والله يعني صراحة أقول لك أستاذ محمد دولة من يطلعون يعني يحجون ويتكلمون دولة يشوفون يستهزئون بالشعب، يشوفون الشعب ساكت أخي. الناس ساكتة، ما يسوون لهم، ما يصرحون.
يعني ما يستحون على شرفهم يصرحون تصاريح ها وما ينفذون الكلام مالتهم، يشوفون الشعب ساكت عليهم اخي، يقول لك احنا حتى لو نموتهم جوع هم ساكتين، نموتهم لاكو كهرباء لاكو مي ساكتين اخي، الشعب ساكت شيء لا يقول لك لا حول ولا قوه الا باخي على عيني، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على عيني وراسي. بس بلد غني وين النفط؟ وين ثروات النفط؟ وين ها؟ وين ثروات العراق؟ راحت بجيوبهم اخي. راحت 150 مليار دولار انصرف على الكهرباء وراحت، يلا الكهرباء ماكو 24 ساعه ماكو كهرباء. وللأسوأ المشكله الكهرباء الان بالعراق وللأسوأ، مو تقول اكو تحسن يعني، للأسوأ يوم على يوم للأسوأ. ما يفيد ويا ذولا عمي، ما يفيد ويا ذولا. انا ارجع واقول يا شعب العراقي قوم، اذا ما تصير ثوره عارمه ما والله ما تنحل مشكلتكم زين، وذولا يحكمونا ألف سنه على هذا الوضع، يحكمونا ألف سنه، وهاي الميليشيات جت تصارع بيناتهم على كراسي، وخلين الشعب لاكو كهرباء لاكو مستشفيات لاكو خدمات. نعم هذا العراق ما يعبيد هاي الميليشيات. سيد ابو علي انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا من لندن، ويانا الدكتور احمد من المانيا. تفضل دكتور احمد حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله دكتور، تفضل. استاذي الفاضل، نعم تفضل، شنو الحلقه مالكم؟ انا عندي سؤال الى حضرتك فيما يتعلق، طبعا اليوم الموضوع عن الكهرباء نتحدث. نعم. العراق بحسب حسين الشهرستاني قال بان حكومه نور المالكي اصرت على استيراد توربينات لمحطات انتاج كهرباء غازيه تعمل على الغاز الجاف، والعراق لا يمتلك هذه القدرة، وبالتالي حكومة المالكي أصرت على توقيع اتفاق فاشل واستجلاب محطات لا يستطيع العراق على التعامل معها إلا عن طريق شراء الغاز من إيران أو شراء الغاز بشكل عام، والتجأ طبعا إلى إيران لشراء الغاز منها. لماذا مرت هذه القضية مرور الكرام وإلى الآن العراق يعاني نتيجة هذه المحطات واحتراقها بشكل مستمر وفشلها، ولم يحاسب أحد من الذين أبرموا هذه الصفقة؟ أخي المشكلة يعني جنابك تقول ولم يحاسب أحد من أبرموا هذه الصفقة. أخي المشكلة من اللي حاسبه؟ من الذي يحاسب؟ القضاء حقيقة هو بيد الإيرانيين. نور المالكي والأحزاب الشيعية الحاكمة والأحزاب السنية المتواجدة بالساحة السياسية حقيقة كلهم هم يدارون عن طريق الريموت كنترول اللي موجودة بإذن ضابط تغير في مكتب الولي الفقيه في طهران. فمن الذي يحاسب من؟ ومع الأسف العراق بصورة عامة منذ 20 سنة يدار بهيئة حسينية أو بهيئة موكب لطم أو موكب عزاء. وهذه مشكلة عندما تضع يعني عندما لا تعطي البلد بيد الناس الأكفاء لإدارته. أخي الكريم، أنا اللي أريد أقول لك يا خلال هاي العشرين سنة صرفنا أكثر من 120 مليار دولار على الكهرباء. حقيقة نيكولاس تيسلا وتوماس أديسون اكتشفوا الكهرباء، الأبحاث اللي سووها كلها أتوقع ما استغرقوا بها نص هذه المدة 10 سنوات. توماس أديسون كان يسوي التجارب مالته بالعربة مالت القطار بالأخير وسواها، قال أنا فشلت 1000 مرة بس ما وصلت للنتيجة 1000 مرة، بس هذا مو معناته فشل بالأخير مدح. أنا متحير خلال هاي العشرين سنة شنو اللي سووه؟ سنة ما قدروا، وسنتين ما قدروا، وسنة الثالثة خطتهم مو صحيحة، السنة الرابعة الخطة مالتهم صحيحة، أكيد يقدرون يلقون الشركات العالمية اللي ممكن توفر لهم الكهرباء والطاقة الكهربائية بنص هذه المبالغ. طيب المشكلة يعني هنا سؤال، هنا سؤال دكتور أحمد، نقطة واحدة تفضل. المشكلة اللي موجودة أنه حتى لو تجي جنابك أو أجي أنا أو يجي أي أحد كفوء يريد يدير البلد ويريد يسوي كهرباء، بما أنه موجود السلاح المنفلت، بما أنه موجود ناس تدير البلد بهيئة حسينية، فمستحيل ممكن حتى الشريف يقدم يعني خدمات للمجتمع. نعم أخي فضل. يعني الوائل عبد اللطيف هو نائب سابق وقاضي في العراق، خرج في إلى وسائل الإعلام تحدث بمعلومة خطيرة للغاية، وهي طبعا تهمة واضحة وصريحة، وهو يتحمل مسؤولية ما قال. قال بأن شركة سيمنز الألمانية عرضت على العراق في وقت سابق أن تقوم بعملية إدامة وإعادة صيانة المحطات الموجودة واستحداث محطات أخرى بعقد قيمته 900 مليون دولار، قيمته العفو 200 مليون دولار، في سبيل أنه هي تعيد إنعاش المحطات الموجودة في العراق،
دفع طاقة جديدة تقدر ب 1200 ميجاوات. العراق رفض هذا العرض من سيمنز الألمانية اللي كما قلنا يقدر ب 200 مليون دولار، وذهب إلى إيران وتعاقد مع شركة إيرانية على نفس العقد، على نفس البنود التي طرحتها سيمنز بعقد قيمته 900 مليون دولار. يعني هذه المعلومات التي وصلت إلى وائل عبد اللطيف هي تصل أيضا إلى رئيس الوزراء بدون أدنى شك. لماذا لم يوجد أي تحرك على الأقل لإبطال هذه الأموال المهدرة أو إبطال هذه الصفقة وإيقاف هذه الأموال التي تهدر؟ ومن هو رئيس الوزراء وما وزنه؟ ماذا تتحدث أخي أنت؟ يعني هل أنت غريب عن الساحة العراقية؟ السفير الإيراني في العراق هو الذي يدير العملية. هذا أولا. الأمر الثاني اللي أريد أقول لك إياه، أنا موجود بأوروبا وكنت بكندا، ممكن بسهولة جدا ممكن نتواصل مع الشركات الأجنبية اللي موجودة هنا. شركة سيمنز ليست ببعيدة عني واستطاعتي أن أذهب، ولكن عندما تقول له عمل في العراق يقول لك من يوفر لي؟ هل لديك ميليشيا مسلحة؟ من يوفر لي الأمن والأمان؟ الآن هذه سيمنز عندما تطلب 200 مليون يورو أو دولار تسوي عقد بالعراق يحتاج لها 200 مليون يورو تنطي رشوة للسلاح المنفلت للميليشيات الطائفية اللي موجودة حتى توفر لها الحماية، وإلا يختطفون. أخي المشكلة، مشكلة العراق، ناسور العراق هو عدم وجود قانون يسمونه اللو اند اوردر ماكو بالعراق، والمشكله الاخرى سلاح منفلت لا يضبطه ضابط. اخي القوي الامين، لا احد يخشى من القوي الامين، ولكن الكل يخشى من القوي اللا امين. وهذا المالكي وامثاله كلهم اقوياء غير امناء وكلهم عملاء لايران. الان العراق هو عباره عن الرئه التي تتنفس منها ايران. كل عقد يحدث ممكن انه يحدث مع شركه لها كريديبيليتي، يعني لها سمعه دوليه زينه، ما يسوونه وياها، يسووه بأضعاف الأسعار مع الجار الأرجنتين، وذلك فقط لإنقاذ الاقتصاد الإيراني. طبعا دكتور أحمد، احنا عندما نطرح أسئلة يعني هي معروفة لدى البعض، لكن هناك من لا يزال يؤمن بهذه الطبقة الحاكمة، هناك من لا يزال يثق بهؤلاء، من لا يزال يعتقد أن هؤلاء بيدهم الحل. ولذلك هذه الأسئلة وإن كانت مكررة وإن كانت معروفة الإجابة لدى البعض، لكنها قد تكون أيضا توضيحا لدى آخرين يجهلون حقيقة هؤلاء، قد تكون أيضا ربما بادرة التغيير في عقول هؤلاء الذين لا يزالون يثقون. مثل واحد خابرنا قبل أيام يقول الإطار التنسيقي سيعيد الكهرباء إلى العراق، ومن الذي دمر قطاع الكهرباء؟ أخي الكريم، وأنا أقول لك شغلة واحدة، حتى لو تغيرت هذه الوجوه وجاءت وجوه أخرى بوجود النظام السياسي المتحكم بالعراق وبوجود الدستور المعيب وبوجود تدخل رجال الدين، أقولها بصراحة، أخي رجال الدين مكانهم الحسينيات ومكانهم المساجد ومكانهم المقابر، يقرؤون فاتحة على الموتى، مو مكانهم سياسة. أخي متى ما أخرجنا هذا الناسور من تفكيرنا كعراقيين، رجال الدين في الخارج، رجال الجيش للجيش والأمن، ورجال السياسة والإداريين لإدارة البلد. سؤالي الأخير إليك دكتور أحمد، سؤالي الأخير إليك اليوم طبعا. المعروف لدى الجميع أنه مقتدى الصدر نازل إلى الشارع يدعو إلى ما يسمى بالتغيير الجذري، اللي هو معالمه لغاية الآن ما واضحة، لكن مع هذا هو يقول بأن هناك تغيير جذري يجب أن يكون. ماجد حنتوش هو وزير الكهرباء السابق، عندما تم تغريدة غرد مقتدى الصدر في موقع تويتر وطالب بأن يستقيل، فإذا بهذا الوزير قدم استقالته، ولكن خرج فيما بعد بحديث وقال بأن حاشية مقتدى الصدر هم السبب في تدهور وزارة الكهرباء وهم الذين يسيطرون عليها. يعني الوزارة تنقلت ما بين حزب الدعوة ما بين التيار الصدري بحسب ماجد حنتوش. إذن هنا السؤال، كيف يمكن للتيار الصدري أن يقوم الوضع في العراق وأن يعالج الأزمات إذا كان هو طرفا فيها، إذا كان بحسب وزير التيار الصدري هو الذي يسيطر وهو الذي أفسد وزارة الكهرباء؟ أخي هو ليس طرفا فيها، هو أساس المشكلة في العراق، التيار الصدري وحزب الدعوة أساس المشكلة. أكو فرق بين طرفا فيها وأقول أساس. الأساس أخي، إذا يدعو مقتدى الصدر للإصلاح، أنا لا أريد أن أتكلم وأحرج القناة ومنتسبيها في العراق، ولكن أقول إذا كان يريد الإصلاح، أولا يجب أن لا نرى وجهه القبيح على الشاشات، لا نرى وجه حاكم الزاملي وحسن العذاري وعباس الكوفي وبنجين وهؤلاء العصابة العتنة النتنة التي تسلطت على وزارة الكهرباء ووزارة الصحة، لا نرى هؤلاء القتلة الفجر الذين ملأوا السد
بجثث الأبرياء لا نرى الخزعلي والكعبي والولاء الذين هم فرخوا وفقسوا في التيار الصدري، لا نرى كل هذه حشاكم الحثالات العفنة التي جاءت. لا أريد أن أتكلم وأحرج القناة ومنتسبيها، ولكن أقول أساس المثلة بالعراق مقتدى ونوري المالكي، حزب الدعوة والتيار الصدري. شكرا جزيلا على وقتك. شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا للمشاركة ويانا. سيد أبو يوسف من الدنمارك، عفوا أبو سمية من الأنبار، أولا أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، بخصوص مشكلة الكهرباء نعم في العراق أصبحت مسرحية مكشوفة. الكلام يطول والأعذار تطرح، لكن يا أخي الكريم نعيد ونعيد ونعيد مسألة إرادة. الإرادة غير موجودة عند الحكومة. أن تبقى الإيراني وهي تستطيع أن تستغني عنه، لكنها موجهة إلى الإيراني في المنطقة الخضراء. متى ما توفرت الإرادة عندكم هنا سنتأمل كهرباء. المليارات التي صرفت، الأعذار التي تقال وغيرها، وبعضهم يرمي الكرة بملعب فلان ويتهم الحزب الفلاني. الكهرباء، أما دعوة مقتدى الصدر إلى التغيير الجذري، فأقول له، أقول لهذا الرأس ولأمثاله، إذا أردتم تغييرا جذريا في العملية السياسية في العراق، وإذا أردتم فعلا إنقاذ العراق، فاخرج أنت وعمامتك وعباءتك من العراق وخذ أمثالك، وعندها سوف يصفو العراق. وشكرا للبرنامج. شكرا أبو سمية من الأنبار. أبو يوسف من الدنمارك، تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك والمشاهدين الكرام. حياك الله. الله يحييك استاذ محمد. بالنسبه لموضوع الكهرباء، نعم، هو موضوع شائك الصراحه. بس هذا الموضوع مقصود يعني صراحه، لانه الكهرباء تعني الكثير يعني. نعم. الكهرباء تعني تشغيل مصانع، الكهرباء تعني تشغيل اصحاب المشاريع الصغيره، الكهرباء تشغل مضخات، الكهرباء تشغل تقريبا 70% من الحياة. فأنا أعتقد أنه هي مقصودة صراحة، لأنه أنت إذا ما عندك كهرباء كل شيء ما تقدر يعني ما تقدر تشتري، حتى يعني ثلاجة ما تقدر تشتري بالبيت، لأن أنت أصلا ما عندك كهرباء. فهي الشغلة مقصودة والقصد منها. شنو الصعوبة، شنو الصعوبة بالاعتماد على منتجات أو منتجات الطاقة النظيفة؟ يعني مثلا اليوم الدنمارك ولا هولندا ولا هذه الدول الأوروبية بها منظومات لتوليد الطاقة الكهربائية، هي المراوح التي تعمل على الهواء. نعم. عندك في دول أخرى يعتمدون على نظم أخرى، منهم من يقوم بحرق النفايات في سبيل توليد الطاقة الكهربائية. العراق به القدرة على حتى الاستفادة من قدرة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، المياه وغيرها. أنه وين الصعوبة بالموضوع؟ اليوم معهد بروكينجز يقول بأن العراق سنوياً يخسر 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة. يعني هاي الفلوس هاي مو العراقيين أولى بيها، مو البنية التحتية أولى بيها؟ أستاذ محمد، ولهذا السبب أنا أنصح المواطنين أنه يشترون هذه السولار الخلايا مع الأشعة الشمسية. أولا هذه تقدر، إحنا عندنا هنا عندنا بالعراق أنه الشمس دائما موجودة، ونسبة السقوط مالتها يعني تقريبا خلينا نقول 18 ساعة. فيقدرون يشترون العراقيين أحسن ما يعتمدون على الأقل. طيب والما عنده فلوسها اللي هي تتجاوز أكثر بالنسبة للمنظومة البسيطة أكثر من 1000 دولار. أستاذ محمد صحيح كلامك، بس هذه يعني الإنسان يعني يعتمد اعتماد كلي على الكهرباء. نعم. تعرف إيش قد أكو ناس مرضى، تعرف. فأنا صحيح هي شوية مكلفة، بس أنا أعتقد هي أحسن. اللي ما عنده سيد أبو يوسف، حضرتك أكيد تسمع وتقرأ بأنه العراق بأكثر من 50% نسبة فقر، تحت خط الفقر، أرقام البنك الدولي وأرقام حكومية. دولة ما عنده القدرة أنه هو يشتري منظومة، مثلا منظومة الطاقة الشمسية. طيب هذا شنو؟ ليش أصلا يلجأ إلى هذا الاختيار؟ ليش ما يكون عنده في بلد الغني
الكهرباء متوفرة بشكل طبيعي. أستاذ محمد عفوا، قبل فترة أنا قرأت أنه أحد المتنفذين اللي بالتيار الصدري هو عنده خط تجارة يجيب مولدات، فأنت تصور يعني هم السبب وهم الحل. يعني انت تقول بانه موضوع اجبار المواطن على او دفع المواطن على الذهاب الى المولدات الاهليه، لان هذا موضوع داخل بي ايادي الفساد ايضا. نعم نعم استاذ محمد. انا قبل فتره سمعت انه احد يعني المسؤولين بالتيار الصدري هو عنده مسوي مقاوله ويا شركه صينيه تجيب مولدات العراق. فانت تصور يعني هم مستفادين من حالتين. طيب شنو كلامك ورايك بالتصريحات السابقه لمسؤولين في العراق اللي وعدوا العراقيين بكهرباء كامله 24 ساعه واللي فيض حنصدره الى بقيه الدول؟ هذه الشخصيات اللي صرحت اليوم، ما لازم نجيبها نحقق وياها نحاسبها انه أنتوا لما قلتوا هذا الكلام في ذلك الوقت على شنو اعتمدتوا وكلامكم طلع كذب بعد هذه السنوات؟ أستاذ محمد، العراق ما بي منظومة قانونية أولا، وثانيا هؤلاء اللي شفتهم أنت اللي كانوا يطرحون يصرحون كلهم تابعين للأحزاب، الأحزاب هي تابعة لإيران، فهم من يصرحون مجرد كلام مثل أي كلام يطلع بالتلفزيون. هؤلاء يعني انت تشوفهم اكثرهم كانوا عايشين باوروبا، والعجيب انه هذا المتحدث باسم وزاره الكهرباء هو اصلا مختصاص. انا قبل فتره شفت عنه تقرير انه الرجل هو رجل دين، فانت تصور يعني صحيح. هذا الرجل حاطيه بهذا المكان يصرح باشياء يعني انا متاكد مليون بالميه هو ما يعرف شيء. طبعا هو لقاءاته التلفزيونيه هذا احمد موسى مصيبه حقيقه. مره يعني ظهر في لقاء تلفزيوني مع اختصاص يعني احد الكفاءات العراقيه اللي كان يتحدث بارقام وكان يتحدث بطريقه علميه، الاخ المتحدث باسم الوزاره ما يعرف اصلا شو يسولف بهذا الموضوع، وكل حديث يخرج منه يقاطع صاحب الكفاءه والاختصاص ويقول له انت ايش تسولف. يعني هم بالنهايه يعني عشوائيين في الاختيار. لكن اليوم يبقى السؤال انه طالما وجدوا، طالما بعدهم موجودين بالحكم، طالما بعدهم موجودين بالعراق، هل يمكن تحسن الوضع على الصعيد الكهرباء أو باقي المجالات؟ أستاذ محمد، ياهل الأقدم الإنترنت والكهرباء. الإنترنت هسه غطى العالم كله، مسألة الكهرباء العالم تجاوزها هسه. أنت يعني لو تشوف حتى بأفريقيا قاموا يطلعون بدائل، قاموا يستعملون الخلايا الشمسية، قاموا يستعملون هذه المراوح اللي تولد الكهرباء. المسألة الكهرباء الدولة الوحيدة اللي تعاني من الكهرباء هي العراق، وهذا يعني شيء مقصود 100%. فأنا نصيحتي للعراقيين إنه خلي يعتمدون على نفسهم، لا يعتمدون على الحكومة. الحكومة كل شيء ما تسوي لهم. أو بمعنى آخر، دعونا نغير. يعني 20 سنة وانصرفت فلوس العراق وماكو كهرباء، خلونا نغير ذولا، نخلص من هؤلاء، ننتهي من هذه الوجوه التي دمرت البلد، لعل وعسى يكون هناك بديل أفضل. أستاذ محمد، آخر كلمة، قبل فترة عندي أصدقاء بهولندا. طبعاً تعرف هولندا بها مصانع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق التوربينات، عن طريق المراوح. فأحد دازين واحد من العراق رايح لهولندا، فهو رايح هناك تصدق طاب على المدير، طبعا غير هو مدير ويعني تجايد تريد تاخذ عقد البلدك. فاول ما طاب على المدير قال ده يحكي اياه، قال له انت ايش قد تعطيني؟ فهو المدير تعجب، يعني تعرف هنا باوروبا ما عندنا هاي الشغلات، الفساد ما موجود عندنا. قال له تفضل اخي اطلع برا. وهذا الرجل هو رجل دين الصراحه. فيعني انت تصور وين وصلنا. انا اشكرك سيد ابو يوسف من الدنمارك، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه. يبقى دائما وابدا نطرح هذا المثال مشاهدينا الكرام ليبين حجم الفساد والسرقات الموجود في العراق. التعاقد الذي تم بين مصر وما بين شركه سيمنز الالمانيه على انشاء محطات عملاقه لتوليد الطاقه الكهربائيه، قيمه الواحده هي 2 مليار دولار، وقدرتها الانتاجيه تكفي لتغطيه 15 مليون منزل بالكهرباء. كلفت خزينه الدوله المصريه 6 مليارات دولار لشراء هذه المنظومات من او هذه المحطات من قبل شركه سيمنز.
في حين العراق أنفق 120 مليار دولار ولا يمتلك منظومة واحدة قادرة على توليد الكهرباء إلى 15 مليون منزل، ولا يمتلك منظومة قادرة على إعطاء الكهرباء بشكل مستقر لكافة العراقيين. الاعتماد على إيران، منظومات قديمة متهالكة تحترق وتنفجر بين حين وآخر، وخاصة اللي صار بالبصرة قبل يومين من انفجار هذه المحطات الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.